الانتخابات الرئاسية بلبنان إذا فينا نسميها مسرحية، مدينة ملاهي، فقرة منوعات، ترفيه عن النفس، فليكن. لأن ببلد منهار مؤسساته بالهاوية وحالته بالدكة، في عنده مجلس نيابي عم يعيش حال هرج ومرج بجلسة انتخابية مصيرية. هلا كنا متوقعين انتصار الفراغ والتعطيل صراحة، وكنا عم نتخيل هالمرة كيف رح يكون شكل التعطيل. هالمرة حضر 128 نائب واحتسبوا بالفرز اليدوي 127. هيدا وكل السياسيين كانوا عم يراقبوا وواقفين فوق الصندوق. وين راح الصوت؟ اختفى، طار، انشفط مثل ما بينشفط اي شيء بالبلد. وطبعا ما شاف البعض انه هالشيء مش دستوري. يلا مجرد صوت، هلا شو رح هيدا شو رح يقدم ويأخر؟ النتيجة وحدة، عطلنا. ست نواب اختاروا بارود بالوقت كان ممكن ينتخبوا في أزعور مثلاً ويصير عنا رئيس. رحلة عباسية، نواب بدهم لبنان الجديد، لهيك صوتوا للبنان الجديد. مين هالشخصية ما عرفتونا؟ عن جد شخصية مارونية هيك معروفة ومعتبرت ملغات. عجيب، لكن تعتبر جهاد العرب وراء ملغات. ما هيدا إنسان وهيدا كيان. إنسينا، بس إنسان ما بتنطبق عليه المواصفات الطائفية. والمفاجأة الأكبر كانت خروج بعض النواب بسرعة من الصف الكوميدي، هن وعم هيك يفرزولن الأصوات بالجلسة لتطيير النصاب. يا شباب انتظروا شوي، على القليل تشوفوا النتيجة. الكرامة والعزة منعتهم هيك يبقوا بالجلسة مثل أي نائب تاني. هيدي اللعبة الديمقراطية اللي الدول عم تترجينا نعملها مستحيل تصير بكبسة زر، لأن هلأ صار بدهم حوار يلي رفضتوه من البداية. صراحة ما بتخيل بيصير عم يتناقش مع علي حسن خليل ولا سامي جميل عم يحاول رئيس المجلس اصلا. انتو بمجلس يمكن نصه ما بيحكي مع بعض، بدكن حوار؟ اي حوار يا شباب؟ واذا الصحفيين مش قادرين تتحملوه؟ كل ما انا عم بحكي اوعى تقاطعيني. ليه؟ عادي، بدي اسال. ما الوقت اللي بخلص، هيدي اصول، هيدي الاصول، تنطريني لاخلص تسالي اللي بدك اياه. اسمحي لي، احنا ساعتك هون نعرف الاصول. ما بتعرفي؟ بلا، لا ما بتعرفي. الحقيقة بالأرقام بالنتائج، الحقيقة بالأرقام بالنتائج، الحقيقة بالأرقام. الله يخليك، الفرز تفصيل ما بدخل فيه، ما إله قيمة يا عيني. خليني كفي، ما عم جاوب على سؤالك، عم جاوب على سؤالك. بدك جاوب على سؤالك؟ إذا بتفضل معنا، بس نحن بسمع لك سؤالك وبجاوبك على سؤالك. حوارك. لا شك أن السياسيين نشفوا قلب المواطن يلي بعده بيحمل، بس ما كانوا بسرعة نشفين سد المسيلحة يلي لازم يسموه سد البلعة، البلوعة، سد البانيو، سد البسين، مش سد للمي. هذا أبدا شغلته يعبي مي شتاء وينشف صيفا. يتميز طقس السد بأنه ماطر شتاء وجاف صحراوي صيفا، ورغم هيك بيعرفوا يتعاملوا معه العونيين. على أساس بدو تظبيط وبعد بدو شغل. طبعا هون لازم يطلب باسيل المزيد من الشفط ليصير البسين المفخوط اكبر وبساع. وفعليا ما في شيء بده شغل بالبلد قد بنيه الانترنت وسائل الاتصال الركيكه بلبنان. يعني بعد عايشه هيدي بالزمن الجميل. حرب اعصاب عم يعيشها المواطن يوميا مع احتمال قطع الانترنت والتواصل. باختصار اللبناني ما بيلحق توتر، والتوتر يؤدي بيوم للكبت وربما للاكتئاب واحتمال يصير انتحار. وهيدا فعلا يلي عم يصير مع كم الضغط يلي عم نشوفه. عن جد عشنا ويا ما شفنا.